فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الآن مع تطور طب الأسنان تم اختراع تركيبات للأسنان هي أفضل من الذهب، فهل يجوز للإنسان أن يركب تلبيسة الذهب مع وجود غيرها مما هو أفضل منها؟ نعم، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. ما يقال لا تستعمل الذهب ما دام يوجد غيره، ما يقال له هذا. نعم فضيلة الشيخ، أيضا الذهب له خاصية أنه ما ينتن أبدا، ما ينتن. نعم.